النصارى والمعاصرة وقاطرة اللغة العربية وحصن اللغة العربية في العالم العربي والإسلامي، حتى أن الشيخ محمد عبده عندما زارها قائلا: تموت اللغة في كل مكان وتحيا في دار العلوم. مصر تحول معها التاريخ في مواجهة الحروب الصليبية. مصر بدون مبرر، أنا لا أميل للمبرر رغم أنني أنتمي إلى كلية نظرية وأدبية، لكنني أستخدم كلماتي التي أؤمن بها من أي مبرر. مصر تغير معها وجه العالم عندما استطاعت أن تصد الزحف التتالي الذي كان يأكل الأخضر واليابس أمامه. رئيس الجامعة اتكلم على موضوع حرب أكتوبر، وانا كنت جاي اتكلم على موضوع الساعه اللي انتوا عايشينه ومش حاسين بيه موضوع حرب الجيران. لكن خليني اتكلم كلمتين صغيرين جدا عن موضوع القطاع الاستراتيجي اللي اتكلم عليه. القطاع الاستراتيجي ده كان فايدته ان هو بالظبط 50% من مصر اكتوبر. ليه؟ ان السادات برضه تاكيدا لكلام حضرته ان السادات كان قاري ومذاكر وفاهم التاريخ اليهودي والعقائد بتاعتهم. فالعقائد اليهوديه بتقول ان لهم ارضهم من انت فين؟ خلاص ده سياسه، انا بتكلم على العقيده، العقيده عندهم من العريش للفرات. النهارده احنا في احتفاليه حروب الجيل الرابع بمناسبه 6 اكتوبر في كليه دار العلوم جامعه القاهره، برعايه الاستاذ الدكتور عبد الراضي عبد المحسن عميد الكليه، وحضور الاستاذ عبد المحسن سلام رئيس مجلس اداره جريده الاهرام، وعدد من الاعلاميين والخبراء الاستراتيجيين والاكاديميين. ودار العلوم كعاده تتميز بممارسه نشاط ودور وطني سواء بين الطلاب او في المجتمع، لانها اقدم كليه طبعا من الكليات العريقه في مصر. أنا كنت قائد سرية عادي، لكن كان عندي فكرة عملياتي. قائد الفرقة حسن أبو سعدة اختارني أشتغل معه في العمليات أثناء الحرب، وجابني أمده. ما كنتش أعرف إن في حرب تكون، هو بيقول لي لا تعالى اشتغل معنا في العمليات عايزينك. فسبت السرية واتنقلت من السرية وجيت اشتغلت مع عمليات الفرقة الثانية أثناء الحرب، وكنت مسؤول عن الكوبري الرئيسي اللي اتعبرت عليه المدرعات المصرية بالنسبة لي اللي اشتغلت مع الفرقة الثانية كلها. طبعا حرب اكتوبر ده حرب كلمه اهميتها كلمه قليله، لانها كان عمل مفصلي في استعاده الكرامه والارض اللي احنا بنسميها في عندنا في المصريين ارض عرض. فانت بتسترد عرضك في انك انت تسد ارضك. جزء لهذا الموضوع كثيرا من الجهد سواء في التخطيط الاستراتيجي للتدريب او للخداع الاستراتيجي، والاثنين مشوا مع بعض لان قدراتك العسكريه كانت اقل من قدرات العدو. فانت بدات تلجا الى الخداع الاستراتيجي مع التدريب العالي للقوات لتوفير الفارق التقني والامكانيات الماديه اللي كانت موجوده. ومن هنا كانت معجزه حرب اكتوبر انها بامكانيات قليله و بجهد عالي مبذول وتوحد في المفاهيم وعمل جماعي عظيم هو اللي خلى حرب اكتوبر تاخد هذه المكانه والاهميه في وسطنا عشان تتدرس بالاسلوب ده. وكل نقطه في حرب اكتوبر لها قصه واعجاز، سواء ازاي تحضر اجناب قناه السويس للعبور. كان عندك هنا في ناحيه الشرق من عند ناحيه الغرب عندنا كنت ازاي بتكسر السواتر بتاعه القناه عشان تنزل المعدات العبور. من الناحيه الثانيه كان اختراع المضخات بتاعه الميه، لما عملت السواتر العاليه ارتفاعها 20 متر عندنا في ارض الواطيه وجب لها نقلت لها تربه عشان تبقى هي الامان للقوات اللي بتعدي وتصد دبابات العدو القادمه من العمق وتبقى شايفاها، لان الجانب الشرقي اعلى من الجانب الغربي. سواء من قدرة العسكر على العبور بالقارب أو طلوع الساتر بالأفكار الميدانية بتاعة الحبال أو غيرها، لأن ده ساتر متهايل رجلك تغرس فيه وانت طالع كأنك ما بتطلعش تعمل خطوة تنظيم. أسلوب القتال اللي انت اقتحمت بيه النقط القوية، كل ده كل حاجة فيه
فيها إعجاز في العمل. من هنا جت أهمية حرب أكتوبر بالنسبة للعالم. مفيش للحزن من الغريب.